السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المركز تدريب كلاب الحراسة بدمنهور، معاكم كابتن منهور. تحياتي ليكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس المشتركة معانا ودايما متابعانا على قناة تدريب كلاب ومضيكس دمنهور، والناس اللي متابعانا كمان على قناة تدريب كلاب البحيرة. زي ما عودناكم دايما ان احنا بنحاول نجمع بعض علشان نوصل لمعلومة صح، علشان محدش يعرف يضحك علينا، محدش يعرف يشتغلنا. ومش معنى كلمة ان احنا مربيين كلاب يبقى معناها ان احنا قلة او ناس ضعيفة او ناس مثلا من السهل ان نضحك عليهم. لا، احنا الحمد لله بنحاول نوصل لبعض المعلومة، بنحاول نوصل لبعض الاستفسار. اي مشكلة عندك في الكلب، وما تنساش ان انت طالما ربيت كلب يبقى انت من الناس فعلا اللي بتدور على الحاجة، على الوفاء، بتدور على الاخلاص، بتدور على الحاجات دي كلها. يعني بيبقى فعلا ده البني ادم اللي عنده كمية احساس زيادة او في اشتياج لحاجة، يعني تعوضه عن صحاب، تعوضه عن حد، تعوضه عن كلام من ده، وفعلا ما بيعوضناش عن الحاجة دي يا جماعة الا الكلب. وطبعا القناتين بتوعنا يا جماعه، احنا قومنا القناتين دولت بناء على طلباتكم انتوا، وبناء على رغباتكم انتوا، وبناء على مشاهداتكم لينا. طبعا الحمد لله ناس كتير مقتنعه باللي احنا بنعمله، ناس كتير حابه الفكره اللي احنا ماشيين بيها، حابه الشغل اللي احنا بنعمله، ان كان من تدريبات، ان كان من علاجات، ان كان من تربيه كلب في البيت. بنحاول نوصل لك الفكره والصوره ان مفيش حد يعرف يضحك عليك. لو انت احتجت اي حاجه باذن الله هتلاقيها على القناه عندنا. اتمنى من اي حد يا جماعه عنده مشكله، ولو انت مش طايلني، مش عارف تتصل بيا، او مثلا مش عارف توصل لي او كلام من ده، اكتب المشكله بتاعتك على اليوتيوب في تعليق، وباذن الله هنضطر نرد على حضرتك، هنجمع المشاكل ديت، لان لازم انا مطلوب مني ان انا نعمل حلقات تمام للرد على الناس. فبنحاول نجمع الاسئله ديت علشان نرد على بعض الناس، يعني اتمنى ان هم يستفادوا. لو سؤالك ما تردش عليه، اعرف ان السؤال ملوش اي داعي وملوش ناتج، او احنا ما فهمناش منك الكلام اللي انت بتقوله او كلام زي كده. فلكن احنا بنحاول برضو نجمع اغلبية الاسئلة اللي تفيدك، عشان تفيد غيرك، عشان تفيد ده، عشان تفيد ده. فطبعا مش معقول ان احنا هنتعب كده ونجمع اسئله ونرد على معلومات ونرد على الحاجات ديت، وانت هتستخسر فينا لايك، هتستخسر فينا ان انت تشير الفيديو عشان غيرك يستفاد. مش معقول ان انت هتستخسر فينا ان انت تشارك معانا وتشترك في القناتين وتفعل الجرس. طبعا ده اللي احنا طالبينه منكم بس يا جماعه، مش طالبين اكتر من كده، ان انت تشترك معانا وتعمل للفيديو ده لايك علشان نتابع معاك اول باول، ونحاول نوصل المعلومه لحضرتك. هنشوف يا جماعه بعض المشاكل اللي بتقابل الناس في تربيه الكلب بتاعها في البيت، ونحاول نرد على اسئله. في سؤال معانا من صلاح محمد، بيقول تحياتي ليك يا كابتن، ورب في احمل يا كابتن في الدنيا، ربنا يخليك يا صلاح وربنا يبارك لي فيك يا رب، وشكرا لاشتراك معايا. بيقول انا كان عندي سؤال، معلش يا كابتن علشان محيرني شويه. انا كنت شفت فيديو كليب جسم الجيرمان وليش القديم، جسم كلب جيرمان وليش القديم، انا عايز اعرف ده متفبرك ولا حقيقي، ارجو الرد يا كابتن، معلش تحياتي ليك تاني. بص يا باشا، على فكره صلاح، هو في كلاب جيرمان بيبقى لها شلاديم وبيبقى حجمها كبير وكلام من ده. طبعا هي ديت من ضمن الكلاب الجيرمان الصيني، لان النوع الوحيد الكلب الجيرمان الصيني دي كانت سلاله معموله في الصين، وعباره عن يعني عاملين هجين في الكلاب وكلام من ده. بس والله النوع ده بيتهيألي ان ما نجحش كتير في مصر، وناس كتير ما استعملتهوش وما تحبش، لان ده عامل زي بالظبط، شفت العروسه اللي هي الملكان اللي بيبقى في الباترينا اللي ملبسينه بدله، مش ما فيش احسن من الكلب الجيرمان البيور، ما فيش احسن من الكلب البيتبول البيور، ما فيش احسن من الكلب الروت البيور. طبعا كل كلب اي نعم، كل الكلب من مواصفاته تبقى احسن، بيبقى افضل لصاحب الكلب، وبيبقى محبه، وبيبقى مهتم بيه والكلام ده كله. لكن اللي هنبدا بقى نخش في خدع سينمائيه وكلام من ده طبعا ملهاش اي داعي. فاعتقد ان اللي انت شفته ده هو الجيرمان الصيني. في سعد احمد بيقول احلى كابتن، يا لو سمحت يا كابتن، هو غلط الكلب يشرب بعد تدريب الشراسه ولا عادي؟ لا طبعا غلط يا سعد، سؤال جميل جدا يا جماعه، وسؤال مهم جدا. عود نفسك، دي حصلت قدامي والله، واحد نعرفه كان معاه كلب روت، نزل الكلب في الشارع، جرى الكلب شمال ويمين وجراه ورا ده وجراه ورا ده، وكان الكلب متدرب وفرح ان الكلب بيهجم وبيعمل وبيخلي، وجرايح بسرعه، جاب جرده الميه، حاطط جرده الميه للكلب، الكلب شرب شرب شرب، فجاه الكلب قاعد في الارض، من ساعتها ما قامش. طبعا الكلب مات وما لحقهوش هو. فحرسه من الحته دي كويس يا جماعه، عود نفسك لو انت كلبك بيتنطط وبيلعب وفي شراسه وفي تدريبات شراسه وفي كلام من ده. احنا عندنا هنا الكلاب اللي بتتدرب شراسه
بعد تدريب الشراسه على طول بنصبر نص ساعه وبعد كده بنبدا نشربهم. بيكون الكلب جسمه هدى، جسمه برد من السخونيه. الحاجات دي كلها طبعا بتبقى مهمه يا جماعه. والسؤال بتاع سعد ده على فكره اكيد اكيد هيفيد ناس كتير، علشان المعلومه ديت ممكن تكون محدش يعرفها قد كده. عود نفسك كلبك بعد اللعب لو مشيت بيه وجريته في الشارع برضه ما نروحش على طول البيت نشربه. إيه لو سافرت بالكلب في عربيه وروحت بيتك على طول ما تشربهوش، اقعد نص ساعه او ساعه لحد ما كلبك يهدى وجسمه يهدى خالص وبعد كده تشربه عادي ما فيش مشكله. جوجو 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 بيقول يا كابتن انا جبت كلب هو بياكل بس بقاله 4 ايام مش بيهوى خالص، اعمل ايه؟ طبعا يا جوجو الله اعلم بقى انت ولد ولا بنت مش عارف، بس اهم حاجه الكلب اصبر عليه شويه لما يعدي فتره من عادته عندك، لان زي ما قلنا يا جماعه في مبادئ الكلب بيحتاجها في حياته في تغيير الاماكن، زي الثقه في المكان دي اهم شيء، الثقه في صاحبه اللي بياكله ويشربه، بعد كده بياخد الثقه في نفسه، طبعا دي حاجات مهمه. طالما الكلب بدا يهوى ويبقى الكلب حب المكان ووثق في المكان اللي هو فيه وعارف ان هو مطمن وعارف ان مفيش قلق في المكان ده علشان يقلق منه ويخاف. فطبعا معلش استحملوا شويه 4 ايام ما تحكمش على كلب. مصطفى اشرف بيقول هو الجرو بيبدا يهوى وامتى؟ اقدر وهل اقدر البسه طوق وينفع لو اقل من شهرين البسه صديري جراوي؟ بلاش يا باشا، اقل من شهرين ما تلبسوش. اول ما الكلب يعدي شهرين ونص ابدا لبسه طوق في رقبته وسلسله وعوده على الربط، ما فيهاش مشكله. بيبدا يهوى الكلب لما يوصل لعمر 3 شهور، وفي كلاب بتهوى اقل من كده، بيبقى حسب رغبه الكلب وحسب طبيعته، ويعني الشخصيه بتاعت الكلب نفسه هي اللي بتحدد هل هيبقى شرس بسرعه ولا هل هيغيب شويه وهيبقى طول عمره قاعد وهادي. سؤال تاني من مصطفى احمد بيقول بعد اذنك يا كابتن انا مصطفى من اسيوط. على فكره اسيوط يا جماعه احسن ناس وناس محترمين جدا، وعلى فكره الناس دي انا بحترمهم وبحبهم جدا. انا عندي كلب بيتبول 4 شهور، ينفع يتطعم في السن ده؟ تمام ينفع. وهل التطعيم موجود في مديريه الطب البيطري؟ بيتهيألي مش ما بيبقاش موجود. تطعيم السوماني يا مصطفى بيتهيألي ما بيبقاش موجود في مديريه الطب البيطري، التطعيم السوماني بيبقى موجود عند الدكاتره البيطريين المختصين. وممكن تلاقيه موجود عندكم، بس يفضل اسال، ممكن تلاقيه وممكن لا، بس اكيد مش موجود. لكن موضوع ان هو يتطعم عند 4 شهور، يتطعم عند 4 شهور ما فيهاش مشكله. الكلب يا جماعه بيتطعم من عمر 50 يوم. نبدا ان انا لو عايز حابب ان انا اطعمه سوماني اطعمه سوماني، ولو في دكتور قال لي طعم ثنائي ثم خماسي ثم لا، سيبك من الكلام ده. اول ما كلبك يوصل ل 50 يوم طعمه سوماني على طول. وبكام وبره بكام في الطب البيطري وبره بكام؟ موضوع بص بكام بقى اقول لك انا موضوع السوماني ده بكام؟ موضوع السوماني اللي بيخليه يختلف في سعره المحافظات مثلا او البلاد اللي هو موجود فيها، يعني لو في بلد مثلا زي المنصوره السوماني مش متوفر فيها كتير تلاقيهم مغليين سعره، لو في بلد زي المنوفيه مثلا السوماني متوفر فيها كتير خالص تلاقيهم مرخصين سعره، هي دي يا باشا سوق سوداء، وديت عباره عن حاجات بتنزل يعني علاجات ترفيهيه تمام، تعتبر مثبوته في الورق بتاعها كده علاجات ترفيهيه، يعني حاجات مش مهمه نازله مصر، الحاجات ديت مش مهمه قد كده، لكن والله الحاجه دي فعلا مهمه، وفعلا الحاجه ديت احنا في احتياج لها كتير. المفروض السوماني يتوفر، المفروض حقن السعار تتوفر بره، والحاجات دي على فكره المفروض كمان تبقى في الصيدليات البشري، يعني المفروض خلاص الناس كلها بدات تربي كلاب، شعب مصر كله بقى عنده كلاب، اغلبيه البيوت في القاهره وهنا وهنا كل شقه دلوقتي بقى فيها كلب، فيفضل ان الحاجات دي تبقى متوفره في كل مكان، ويبقى في محلات كتير تبيع الحاجات ديت، عشان طبعا لو حد احتاج لاي حاجه في اي وقت يلاقيه. في ناس كتير بتكلمني في التليفون وتقول لي يا كابتن مفيش سوماني عندنا في البلد اللي احنا فيها خالص، لما تبقى محافظه ما فيهاش تطعيم سوماني. طبعا فين الدكاتره البيطريين للكلام ده؟ انا عن نفسي انا عندي مركز تدريب او بندرب او عندي مزرعه وكلام من ده، لازم بيبقى عندي اقل حاجه حوالي 20 او 30 تطعيم سوماني، دول انا محتفظ بيهم لنفسي، ممكن نبقى في احتياج ليهم، ممكن واحد عندي صاحب كلب محتاج يطعم كلبه، ممكن واحد يجي لي فجاه محتاج يطعم كلبه، لازم بيبقى التطعيم متوفر عندي وموجود عندي عشان ان انا ما احتاجش بره او ما ندورش بره. لكن في ناس الحمد لله بنتعامل معاها وبنجيب التطعيم بنوفره عندي دايما، بيبقى عندي دايما التطعيم موجود. فانت لو انت في مكان قريب ومفيش تطعيم ممكن
تشرفني تاخده من هنا. الموضوع بكام بقى؟ زي ما قلت لك بيتغير من كل محافظه لمحافظه، بس التطعيم بيبدا من 150 جنيه، في ناس بتوصل بيه ل 200 جنيه. طبعا هنا في دمنهور مش متوفر كتير التطعيم اللي احنا بنهتم بيه، اللي هو تطعيم الفايزر الاصلي ده اللي تفكر ان انت تدور عليه، تطعيم الفايزر الاصلي. في تطعيم في السوق بيعمل 100 جنيه، طبعا بيبيعوه ب 150 جنيه، التطعيم ده ما بيبقاش اللي هو الفايزر الاصلي. فحاول ان انت تدور على الفايزر الاصلي، ولو لقيته ب 200 جنيه اشتريه. سؤال تاني، امبراطورية الرومانسية بيقول هتعمل مسابقات تاني امتى؟ كان على فكرة انا عارف هو بيتكلم عن ايه، بيتكلم عن مسابقات كنا عاملين قبل كده، مسابقات جراوي وكلاب وكلام من ده، وقلنا اللي هيعمل مشاركة للقناة بتاعتنا واللي هيعمل شير واللي هيعمل لايكات للفيديوهات كتير والكلام ده، قلنا هنعمل هنديله كلاب هدية بإذن الله. الكلام ده قريب جدا، انتظر مننا مفاجآت هتطلع قريب جدا بإذن الله. هنعمل مسابقات وهنعمل كلام زي ده كتير، بس اليومين اللي احنا فيهم دولت فيهم ضغط تدريب بإذن الله هنفوق نفس شوية، وهنبدأ بقى أول ما يبقى في جراوي كتير متوفرة هنبدأ نلعب بقى حاجات كده غريبة انتوا أول مرة تشوفوها. كنا قلنا في جراوي على عصافير هديه، وفي جراوي على تطعيمات هديه، وفي جراوي، لا المره دي هيبقى في جراوي هديه. طبعا انتظرونا باذن الله قريب، بس خلوا نفسكم معانا، خليكم مشتركين معانا دايما، وباذن الله ممكن انت ما يبقاش معاك فلوس تلاقي نفسك مربي جرو. دي توقعها طول ما انت معانا على القناه، توقع اي حاجه ممكن تضرب كده. طبعا انتوا عارفين دماغ كابتن ابو نور لما بتضرب في اي حاجه باذن الله بتتعمل. طبعا نحب نطمنك امبراطور الرومانسيه هيبقى فيه جراوي باذن الله، بس بكتب اسمك في التعليق عشان نعرف نقول على اسمك. طبعا تحياتي ليكم، تحياتي لكل المشتركين معايا، نستكفى لحد كده، ويا رب تكونوا انتوا استفدتوا من الفيديو ده وعرفتوا حل المشاكل دي حلها ازاي. وما تحتاجوش لاي حد يا جماعه، طول ما انتم معانا على القناه باذن الله وبمشيئه ربنا ما تحتاجوش لاي حد، باذن الله هنرد عليكم وهنعرفكم اللي انتم محتاجينه كله، وهنوصل لكم المعلومه من غير احتياج لحد. تحياتي ليكم، يا رب تعملوا بقى للفيديو ده لايك وتعملوا له شير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.